يمكن كمان ريني فايلر بيتسلح النهارده بالاوراق اللي حسمت مباريات كتير الفتره الاخيره وابرزها بادجي طبعا كنا بنتكلم على قد ايه هو من ماتش للتاني للتالت بيتطور بشكل كبير وبيطمنا على هجوم النادي الاهلي كل ما بيحرز اهداف الحقيقه من ساعه رجوع من فتره التوقف هو بياخد ثقه اكتر بتطمنا عليه. كمان وليد سليمان اللي بنقول عليه جوهره النادي الاهلي وقد ايه وليد سليمان بيثبت ان السن مجرد رقم، لما بينزل وليد سليمان الملعب بيغير شكل المباراه بشكل كبير جدا، ولو شفنا في مباراه الاسماعيلي قد ايه كان بيستموت على كل كوره وكان مع ان يعني الاهلي كسبان ومع ذلك الحده البدنيه في كل كوره عند وليد سليمان وقد ايه بيستموت على كل كوره كان الاهلي يعني خسران، لا واحنا كسبانين. اللاعب ده الحقيقه بيبقى مموت نفسه في الملعب. كمان قفشه، والحقيقه قفشه لما يعني بيستعيد مستواه يمكن في ماتش الاسماعيلي كان افضل، بيفرق مع الفرقه كلها بشكل جماعي. طبعا احمد الشيخ موهبه محدش يختلف عليها، كمان من الاسلحه لفايلر ومعلول طبعا وديانج الحقيقه كان مستواه في مباراه الاسماعيلي هو الشكل اللي كان منتظره جمهور الاهلي من اليو ديانج الحقيقه، وطبعا حمدي فتحي والشناوي حارس مصر الاول، وطبعا مروان محسن.